السنوات الأخيرة ومنها 23 شو صار التوجه إنه لا أوقي هاي المشاريع متلكية عوفها، يعني 20 سنة صرفنا عليها ما كملت منها 20% 80% بعدها هاي مشاريع وزارة التخطيط، مع الرغم هو أكبر مشروع 5 سنوات 4 لكن بسبب الاندثار ما يكمل بسبب التذبذب، راحوا إلى موديل آخر هو كان موجود بالسنوات. هاي الأموال اللي انصرفت عليها وين راحت؟ موجودة هياكل وأسس وهاي وغلبها اندثار، يعني بال200 تريليون أعتقد ضيعت وزارة التخطيط بهاي الكم الهائل، كان المفروض جزء جزء يشتغل 200 تريليون إذا مو أكثر. هاي من يتحمل مسؤوليتها؟ هم من تسألهم يقول لك هاي موجودة المشاريع، أوكي موجودة بس ما كاملة، شو وقت تكمل الله أعلم. هاي من حكومة العبادي ولا حد هاي اللحظة؟ لا من 2006 هذا الحكي، عندنا مشاريع من 2007 للآن ما كاملة.